البارحة صدر أمر ديواني ثاني ألغى منصب نائب رئيس هيئة الحشد وراحت الصلاحيات الرئيس الهيئة مباشرة. والأمر الديواني الثاني هذا وضح بشكل مفصل الهيكل التنظيمي للحشد. وإذا رجعنا يومين قبلها، العراق رفض الانضمام لتحالف حماية منطقة الخليج العربي اللي شكلته أمريكا، وطلع المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف وقال ما لنا علاقة بهذا التحالف اللي يخدم الكيان الصهيوني. واليوم عبد المهدي بالصين بمؤتمر التصنيع العالمي وماخذ وياه وفد من 55 مسؤول عراقي بين وزير ومحافظ مسؤول حكومي. طيب هسه عدنا ثلاث أحداث. الأول إلغاء منصب نائب رئيس هيئة الحشد، وظاهر الأمر هذا هو ضد تطلعات إيران بالعراق. والثاني هو رفض العراق المشاركة بتحالف حماية منطقة الخليج، وظاهر هذا الأمر هو يصب بمصلحة إيران. والثالث هو زيارة العراق للتنين الصيني. هسه شنو الخلاصة من هذا الكوكتيل يعني؟ وكأنه عبد المهدي بعد ما وضع بين خيار أمريكا أو إيران قال لهم آني لازم العودة من النص، لأن منها المرجعية تأكد وتشدد بضرورة إبعاد العراق عن الصراع الإقليمي، ومن الصدر هدد الحكومة علانية وحذرها من الانحياز لأي طرف بالصراع الإقليمي حفاظا على سلامة البلد. والحل المتعب والوحيد أمام عبد المهدي هو الاستمرار بلعبة الحياد، وهاي لعبة شيء بصاحبها حتى لو كان محترف بيها. فاللي صار هو الآتي: العراق أعطى نقطة لإيران بعد ما رفض المشاركة بتحالف حماية منطقة الخليج، هدد أبو إيفانكا وقال كل من يساعد إيران هو بدائرة الاستهداف والعقوبات، رجع العراق أعطى نقطة لأمريكا، وصدر أمر ديواني بإبعاد المهندس من هيئة الحشد الشعبي. وكأنه عبد المهدي دا يقول لأمريكا يعني زعلتوا لي ما طبينا بتحالف حماية الخليج؟ يلا هاي هيئة الحشد صارت بلا أبو مهدي المهندس اللي يومين قاعدكم بتهديد ومقومكم بتهديد، هسه صارت تعادل. طيب يجي واحد مفتح باللبن يتساءل، يقول لك العراق منو من الأطراف الدولية راح يدعم اقتصاديا إذا تخلى عن أهم محورين اللي هم إيران وأمريكا؟ لعد التنين الصيني شنو شغله؟ ثاني أكبر قوة اقتصادية بالعالم هي الصين، الآن هي بانتظار تقب فعليا بين أمريكا وإيران حتى تكون هي البديل بالمنطقة. ولذلك عبد المهدي أخذ أكبر وفد وراح للصين بمؤتمر التصنيع العالمي، هو راح بس يجس النبض ويشوف قدرة الصين على إسناد العراق في حال قرر أسد بابل يغادر غابة الصراع ويتحالف ويا التنين الصيني. بس شو وقت الأسد يقرر يترك غابة الصراع؟ الله أعلم.